حديث لا بأتاني في بيع، يعني يريد أن يشرحه. هذا والله أعلم في السلعة الواحدة تباع مرتين، مني لك إلى أجل 150، يعني عفوا اشتري أنت منك السلعة هذه إلى أجل بألف، أخذتها وأصبحت مدين لك بألف، وردها لك نقدا ب800. يكون أنت أخذت مئتين كفارق، يعني أنا أشتري منك هذه السلعة إلى أجل بألف، خلص قبضته، ليس لي فيها حاجة، أبيعها لك نقدا ب800، يعني أنت كسبت 200 من الجنيهات، وهذا لا يجوز بهذا التوصيف.